مرحبا بكم ويلا بينا بقى نبدا نتعلم ديفينشي ريزولف للمحترفين بس على الايباد. يلا بينا نبدا. خلونا قبل ما نبدا اعرفكم على موقع موشن ايلمنت. هو موقع من خلاله بتقدر انك تحمل ملايين العناصر من التمبلت الخاصه بالافتر افكتس، ادوبي بريمير، ديفينشي ريزولف، ابل موشن، فاينل كات، وكمان بتحمل مزيكا والساوند افكت وصور وستوك فيديو. كل ده مع ترخيص الاستخدام عشان تقدر تنشره على اي منصه. باشتراك سنوي $198، يعني في الشهر تقريبا $16.5. ووقت ما بتتابع الفيديو في خصم 50%، هتلاقي الكود تحت في الديسكريبشن. وما تنسوش تقولوا شروط الاستخدام. وبتقدر تستخدم كل العناصر دي في اي استخدام تجاري، وبتقدر انك تستخدمها في مشاريع الى الابد، يعني لو حملت عنصر تقدر انك تستخدمه على طول. يلا بينا بقى نرجع نكمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معكم مصطفى مكرم. التوجه حاليا أنك تستخدم الآيباد في موضوع الإيديتنج والتصميم بقى كبير جدا، والأجهزة اللي بقى بتنزل من قبل دلوقتي بمعالجات M2 الموضوع بقى أحسن كتير وأسهل وأخف من أنك تشيل لابتوب. فشرحت قبل كده ديفينشي ريزولف بشكل سريع كده على الآيباد. تعالوا بقى ايه في 3 4 5 6 دروس كده هنشرحه بالتفصيل ونتكلم عن اهم التفاصيل اللي هتحتاجها لو انت راجل بروفيشنال ومحتاج انك تتعلم ديفينشي ريزولف. هل ديفينشي ريزولف ينفع للمبتدئين؟ هو ينفع للمبتدئين بس البرنامج تقيل، يعني فيه تفاصيل كتيرة. يعني لو انت مبتدئ انا ارشح لك انك تروح لبرنامج كاب كات اللي انا شرحته في الفيديوهات اللي قبل كده، هيبقى اسهل واحسن واخف وفي بيبي سيتس كتير اكتر من ديفينشي ريزولف. يعني ديفينشي ريزولف كالرينج الموضوع اقوى بمراحل من اي برنامج تاني. في البداية لو انت عندك الايباد تقدر انك تدخل على الاب ستور، بتدور على ديفينشي ريزولف فور ايباد وبتبدأ انك تحمل البرنامج. بعد ما بتحمله بتبدأ انك تفتحه. طبعا البرنامج فري، في منه نسخة استوديو على الكمبيوتر وبرضو نزلوها على الايباد، دي بتقدر انك تشتريها. بيبقى فيها بقى بعض الافكتس والبلاجينز زيادة، يعني فيها شوية تفاصيل اكتر. بس انت كاساسي لو انت هتعتمد على الايباد في التلوين فهتشتغل معاه من غير اي مشاكل. اول ما بيفتح البرنامج بتظهر لك الواجهة دي، فيها مجموعة من الاوبشن، في اللوكال، في النتورك، في الكلاود. دي وظيفتها ايه؟ دي وظيفتها انك انت اول حاجة بتحدد للبرنامج الكمبوزيشن الجديد اللي انت هتشتغل عليه. بتقدر انك تفتح كمبوزيشن، تقدر انك تحدد مكانه. هل انت هتحفظ الكمبوزيشن ده على الايباد عندك، ولا هتحفظ على شبكة، على نتورك، ولا هتحفظ على الكلاود؟ طبعا فكرة الكلاود انك بتشتري مساحة لما بتشتري النسخة الأصلية وتبدأ انك ترفع المشاريع كلها اونلاين بحيث تشتغل عليها من اي مكان، مش شرط يكون معاك المشروع على هارد ديسك علشان تقدر انك تشتغل عليه، من اي مكان تقدر انك تشتغل عليه بكل سهولة. بلاقي في الزاوية فوق في باي استوديو، على فكرة دي جديدة، لما انا شرحت البرنامج ما كانتش موجودة، او نسخة الاستوديو المدفوعة للايباد ما كانتش لسه جهزت، فدلوقتي هي جاهزة بتقدر انك تشتريها. زي ما قلت لكم بيبقى فيها اوبشن وتفاصيل اكتر. طيب دلوقتي انا لو انا هشتغل على اللوكال، بتقدر انك تعمل لايبراري، بتضغط على اد لايبراري، بتعمل زي مكتبه كده علشان ترتب فيها مشاريعك، الشغل يبقى بشكل منظم اكتر. ولو رحت على اللي جنبها على طول بلاقي في عندي هنا امبورت وفي عندي اكسبورت. امبورت لو انا اشتغلت على مشروع قبل كده بقدر ان انا اعمل له امبورت، لو المشروع موجود على هارد بتقدر انك تفتحه عادي جدا من الخيار ده. اكسبورت لو انت في مشروع وحابب انك تصدره علشان تشتغل على ايباد تاني او تكمل على كمبيوتر بتختار اكسبورت. وهنا بعمل نيو بروجكت، هنا بيقول لي انا كنت عامل بروجكت قبل كده فمش عايزه. بتختار بقى الاسم بتاع البروجكت، مثلا سميه مصطفى مكرم وبقول له كرييت. انا دلوقتي فتحت مشروع جديد. اول ما بتعمل كرييت لمشروع جديد بيفتح على طول واجهه البرنامج. طب انا عايز ارجع للشاشه اللي انا كنت فيها، برجع على زرار الهوم اللي موجود تحت ده بيرجعني للشاشه تاني. هنا بقدر ان انا اكبر او ان انا اصغر شكل المشروع عندي، يعني لو عندي مشاريع كتير بقدر من خلال السلايدر ده ان انا اصغرهم علشان كلهم يظهروا معايا مره واحده. وهنا بقدر ان انا اضغط علشان اعمل نيو فولدر علشان زي ما قلت لكم ابدا ان انا ارتب
الملفات عندي بشكل احسن. مثلا سميت توت بالشكل ده واقول له كده. تقدر انك تعمل فولدر جديد تضغط عليه دبل كليك تروح هنا تعمل مشروع جديد بالشكل ده نسميه مثلا تي في واقول له كرييت. على طول بيفتح معايا المشروع. لما برجع للهوم تاني بقدر ان انا اوصل للمشاريع بتاعتي، ولما بضغط على الايكون اللي فوق دي بيبدا ان هو يكبر لك المساحه عشان لو في مشاريع كتير تكون العمليه اوضح. زي ما قلت لكم تقدر انك تغير طريقه العرض بتاعت المشاريع، تقدر انك تخليها ليست تحت بعض او تخليها ايكون علشان يبان لك صوره من المشروع. وهنا بتقدر انك تعمل سيرش لو في مشروع معين تقدر انك تبحث عنه بالاسم اللي انت كاتبه. هي دي الواجهه بتاعت الامبورت او ان انا بعمل نيو بروجكت للمشروع. النتورك ما فيهاش اي حاجه، نفس الكلام تبدا انك تحط تبدا انك تربط على شبكه معينه. هنا الكلاود بتبدا انك تدخل بالاكونت بتاعك على بلاك ماجيك وبتبدا انك تعمل بقى المشروع الجديد. بس انا مش مشترك فيها بصراحه، فانا بشتغل دايما على اللوكل. فبعد ما تخلص بضغط دبل كليك علشان افتح بقى المشروع الجديد. اول ما بتفتح واجهه البرنامج، الواجهه نفس تقريبا اللي على الكمبيوتر. الناس اللي تابعت معايا الكورس مش مختلفه بشكل كبير. هنا فوق بلاقي عندي الميديا، ده المكان اللي انا بقدر من خلاله ان انا اجيب الملفات عندي. وجنبها سينك خليها دلوقتي، وجنبي هنا الترانزيشن او المؤثرات الانتقاليه اللي انا بقدر ان انا استخدمها، وجنبها هنا التايتل وبعدها الافكتس. وبلاقي قصادها الجهه الثانيه بلاقي في عندي هنا اكسبورت ان انا بقدر ان انا اصدر المشروع بتاعي، دي اخر حاجه هنتكلم عنها. وبلاقي عندي هنا الفول سكرين مود اللي انا من خلاله بقدر ان انا اكبر الشاشه علشان اتفرج على الفيديو بتفاصيل معينه. واخر بانل عندي اللي هي الانسبكتور اللي من خلالها بقدر ان انا اتحكم في البارامتر بتاعت اي عنصر موجود على التايم لاين زي ما هنشوف في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بنزل بقى تحت بلاقي في عندي مجموعه هنا من الاوبشن وبقدر ان انا اشغل واتحكم في الفيديو. وهنا التايم لاين اللي انا بقدر ان انا اضيف فيه بقى وابدا ان انا اشتغل على البرنامج. كل ده هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل. بلاقي في التاب اللي بعدها اللي هي الكالر، اللي هي التاب المهمه جدا، وهي من خلالها بقدر ان انا اشتغل تلوين يعني بكل دقه. اي حاجه انت عايز تعملها في تلوين الفيديو على ديفينشي الموضوع مختلف تماما. في قوه بتحصل مع البرنامج وانت شغال. فكل دي الاوبشن هنتعلمها ان شاء الله ازاي نتعامل معاها، وازاي اعمل بقى كلر كوريكشن وكلر جريدنج واظبط بقى الدنيا دي كلها، ونتعرف على النوتس. كل ده هنتعرف عليه ان شاء الله في الدروس اللي جايه. دول الاثنين تاب اللي البرنامج فعليا نازل بيهم. في تركيه انك بتدخل على الشورت كات وبتبدا انك تظهر بقيه التابات اللي هي نفس البرنامج على الكمبيوتر. بس انا خليني هشرح على النسخه اللي الشركه فعليا منزلها، وبعد كده هقول لكم ازاي تعملوا الموضوع ده. مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده، استنوني في فيديو تاني ان شاء الله هنبدا بقى نتعامل مع البرنامج بتفاصيل اكتر، ونتعرف على الكالر مانجمنت والالوان ازاي بقدر ان انا اظبطها، وايه نظم الالوان اللي موجوده في ديفينشي ريزولف اللي انا بقدر ان انا استخدمها. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.